القرآن وفتح للصائم باب الريان. سل آدم عن الشيطان لما وسوس إليه وأخرجه من الجنان، ثم تاب الله عليه وجعله من المتقين الأخيار. وسل ابني آدم عن القربان، وسل نوح عن الطوفان، وسل الخليل إبراهيم عن النيران، وسل يوسف عن البرهان، وسل الكليم موسى عن فرعون وهامان، وسل بلقيس عن سليمان، وسل عيسى ابن مريم عن أمه مريم ابنة عمران. أما محمد فسأل عنه الإنس والجان، فمحمد خير من وصل الأرحام، ومحمد خير من كفل الأيتام. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد لحظات قليلة نعيش في نور الحق والبيان المنزل على صدر النبي العدنان، إنه القرآن. آيات بينات مسك الختام من كتاب رب العالمين، يتلوها على مسامع حضراتكم علم القراءة في جمهورية مصر العربية، ودكتور المقامات نو الدكتور عبد الناصر حرب. ندعو له بالتوفيق ولفقيدنا بالمغفرة والرحمة، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوت يا جماعة بعد إذنك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا
إذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أول مرة. وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من
الشجر الأخضر نارا. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. نتقبل منهم ان شاء الله. نعم نعم تفضل. الله يبارك فيك. الله كان بالصالحين والله ليلته حلوه. عليه رحمه الله ربنا يرحمه. ليلته حلوه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. أوليس بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
نخلق مثلهم بلى 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 وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الصوت يا دم. الصوت الصوت عجل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الطيبين رحمه الله وتغمده الله واسع رحمته يا رب ان شاء الله. سيدنا محمد رسول الله. شكرا حبيبي شكرا جزاك الله خير. جزاك الله وصلنا لحضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة سمعناه ملك المقامات أسميناه ومن كل فج أتيناه لسماع صوت عشقناه وحسن جمال رأيناه وتواضع قارئ عرفناه دكتور عبد الناصر حرك ما أحلاه دعوات لله ربي أن يرعاه فتح الله عليك يا مولانا عفوا لا نزكي أنفسنا ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير الله تكبر فيها فاكهة
الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.